مرحبا وتحية طيبة لكل المشاهدين. مثل كل نهار جمعة المطبخ المعجنات دايما أطباق شهية ولذيذة، واليوم رح يكون في عنا كعك الجريسيني مع الشيف فادي كرم. شيف فادي كرم كيفك؟ كتر خير الله ماشي الحال. يعني دايما هيك نحن عم بنطلبوله لازم نعمل شي بروجرام وياك، كيف لوريل وهاردي من زمان؟ ايه صح 100%. بس انه اول مره بشوف شيف ضعيف. من يومين شفت انا على الفيسبوك حاطين كليب صغير اطول شخص بالعالم واقصر شخص بالعالم. ايه مزبوط انا شفته كمان. ايه نحن نشبهه يعني. ايه هيك ماشي الحال، بس هذا كله عضل ما تنسى مش كله لحم. برافو شيف، يعني عم تتمرن جيم يعني. برافو. جاهزين شيف فادي؟ ونحن كمان بدنا نشوف مكونات الطبق الاول ونرجع معكم. مكونات كعك جريسيني: 250 جرام طحين، 50 جرام سكر، 5 جرامات خميرة، 30 جرام زيت زيتون، 50 جرام سمسم، 50 جرام حبة البركة، 50 جرام جبنة البارميزان، بيض عدد واحد، وملح رشة. لكن رح نبشر بهذا الطبق شفادي طبق الجريسيني. نحن ما رح نقول طبعا يلا على عجينة الكيتشن ماشين. حنبلش بالطحين. يعني معقول ست البيت اذا ما عندها عجينة كيف بدها تشتغل عائدة؟ يا مزبوط تشتغل عائدة. فلا بس هيك تريحها مدى البارميزون. لكن هون بارميزون مع الطحين مثل ما ذكرنا بالمكونين ورشة سكر، ملعقة سكر تقريبا كله مع بعضه البعض يعني. صح عظيم. هون لكن احنا خميرة خميره ما ندور عليها الصباح بس قبل ما ندورها رح نشوف نحن كمان مكونات سلطه الروكا اللي رح تقدمها مع الجريسيني. اوكي خلينا نشوفها للمكونات ونرجع مع نعمل عجينه الجريسيني. مكونات سلطه الروكا مع جبنه الفتا: 100 جرام روكا، 50 جرام فطر، 50 جرام بندوره كرزيه، 100 جرام جبنة فتة، 100 جرام خس ملون، 50 جرام حبق، 50 جرام زيت زيتون، 40 جرام عصير حامض، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لكن شيف فادي نحن اكيد هلا رح نضيف لها ملح ورح نضيف لها مي تطلع لنا هالعجينه بغير شكل. رح ندورها. عظيم. هون لكن عجينه الجريسيني اللي مشهوره كثير بايطاليا وبيستعملوها بانواع عديده. كعك كعك بنعمله نحن بس يعني هو فكره كثير حلوه بحلقه المعجنات. صح ست البيت تعمل كعك بالبيت تتفنن فيها ايزي يعني صغيره ما بدها منها كبيره حبة البركة. صح انواع عديده. مي حسب النظر لانه يعني بيختلف الطحين عن الطحين بصير انت عم تسقطهم تدريجيا. صح. عمليا تقريبا بتاخذ شي 125 جرام هيدي مي. اوكي عظيم. مثل ما نحن شايفين هون عندك هون نرجع نعبيها مي للعجينه الثانيه الماء تدريجيا. أوكي. اوكي انا بهالوقت رح بلش بالخضره تبعيت ال عظيم. انا هون كمان عم شوف لك العجينه فايده تصير عندنا عجينه متماسكه وللاستعمال. اوكي رح نحط الروكا الروكا والخس لولا روسو الخس الملون دائما اللي بتعطي شكل جميل لطبق الجريسيني. يعني اليوم نحن فينا نقرقش بالكعك وناكل هالسلطه. هو الجريسيني ما بيقرقش مثل الكعك اللي بنعمله نحن لانه نحن خميرتنا خميره خميره عاديه. خميره الكعك اللي بنعمله ناكله نحن بالفران هو خميره من الحمص.
ايوه بيخمروا الحمص وبيعملوا في الخميره. حلو كثير. هون صارت العجينه اخذي بعضها. هون العجينه على القد عياراتها مزبوطه 100%. نحصلها على العجينه. نحن رح نفرجي المشاهدين هلا كيف بنعملها هيدي. اوكي. اكيد بدها تريح. تقريبا قديش تريح شفاف؟ تريح بدها شي نص ساعة بدرجة حرارة فرن 180 درجة 10 دقايق بكفيها. 180 درجة لكن هون عظيم بهالطريقة هيدي. قديش تقريبا وزنها لازم تكون قطعة ب بحدود ال 15 جرام. 15 جرام فولا. يعني مثل البات امود وقتها كنا بالمدرسة كنا نتسلى نحن صغار. هي طريقة كيف حسيت البيوت هيدي هاند ميد. يعني هلا مفرجيهم كيف نحطهم بالصينية وفوتها على الفرن. حرارة انت نذكر الحرارة فادي؟ الحرارة 180 درجة. نعم 10 دقايق بس. 10 دقايق من بعد تريح نص ساعة. وحبة السمسم وحبة البركة هلا رح نشوف على وجهها. من بعد بنحط لها شوية بيض. نعم بيض حتى ساعتها للاتصال. رح نعمل شغلة هلا نحن هون كان نحن بس فرجينا المشاهدين تقريبا كيف تطلع. ايه طبعا معلومة هذه سريعة. اوكي رح نكسر البيضة هون وهيدي. اوكي شوكي تعصبك وهيدي هون سلة المهملات وهيدي فرشاية فرشاية رش. اوكي عظيم هون كان رح ندهنها هيك بهالطريقة. هيدا أول شي بتعطيها لون أشقر وبتساعد كمان لالتصاق السمسم وحبة البركة 100%. هون لكن نحن بنريحها اذا قلنا نص ساعة. نص ساعة خبز 10 دقايق لأنه تحت خبز 10 دقايق. هلا إذا حبت ست البيت تعطيها تحميصة أكثر إذا بيحمل يمكن فيها فران بتكون حرارتها مش مظبوطة. هي 10 دقايق بتطلع على قد لون الكعك يعني لون الأسمر تبع الكعك ومقرقشة ومقرقشة ومقرقشة. هون عندنا نحن عظيم هالطريقة هاي عظيم. اوكي والسلطة هلا كمان نحن رح نحطها بالفرن. بدك حبة البركة كمان؟ اكيد كمان حبة البركة شفادي اللي رح نتعرف عليها أكثر بعد شوي عليها أكيد. هون لكن صار عندنا سمسم فوالا نحطها بالفرن. الفرن عظيم. هلا أنت جهزت لنا شوي قبل الوقت فادي؟ نحن لضيق الوقت بس لأنه بدنا شوية وقت مثل ما قلنا نص ساعة. لكن نحن بنريح نص ساعة وبنرجع نخبزها بس شفادي هيك يعني صح حبة هيك فرجيكم الطريقة كيف. نحن فرجينا جاهزة شفادي. أيوة جهزنا وحدة بهالطريقة كمان فيها هالطقة فيها معه 100%. عظيم هاي طريقة كثير حلوة ست البيت حتى تعمل كعك بالبيت غير شكل لكل المناسبات لأي ساعة من النهار. هلا نحن من هول رح نعتبرهم خلصوا صاروا جاهزين. نعم زين جت سلطة. أنا رح آخذ حامض وزيت تسلس السلطة تبعيتي. عصير الحامض و زيت الزيتون. اوكي ورشة ملح. رشة ملح بس مثل ما بتقول حسب الرغبة. حسب الرغبة وفلفل حسب الرغبة كمان. هو الكمين شفادي إذا بتحب تخلط هون كثير بتصلوا فيه بيسألوني منين جبنا كان في اثنين حمر يمكن لون أحمر هديتهم ورجعنا جبنا غيرهم. اه والله ايه بدك اياهم هون شفادي. شو بعرفني ما هديتهم لو ما قلت لي هديتهم ما كنت طلبت بهول. هلا بتطلب هلا بنشوف بعد الحلقة. هلا بنشوف بعد الحلقة. اوكي فهيك نحن هولي إذا حدا بده يعرف ما في منهم يتصلوا فينا ونحن عم نقول لهم. كثير طريقتها حلوة ومرتبة حتى بالمولات الكبيرة يعني فينا نقول بالماركات الكبيرة موجودين بقسم أدوات المنزلية. اه موجودين يعني؟ ايه موجودين أكيد. وين؟ مش إنه شركة معينة موجودة عندهم. نحن بنطبخ شفادي. لكن هون شفادي بعد شو بدك تضيف هيك قبل ما نروح لفاصل؟ هون ما نضيف بعد التومات سوريز والمشروم. المشروم؟ اي نعم. بدي عازبك لوحة التقطيع. يلا هيك لوحة التقطيع. اللون الأخضر. والفتة أكيد كمان. كمان فتة باللون الأبيض. هيدي بس يصير عندك جاهز تنعطيك الخشبي. يعني سلطة منوعة. نعم. طبعاً حلوة شكلها وأنا بحب كثير سلطة مع الكعك يعني خاصة كيف ناكل السيزر سلاد أو هلا صارت مشهورة عندنا بلبنان صاروا بيعملوا تقريبا إذا بدك أنواع عديدة من السلطة اللي فيها كعك. صح خاصة الكعك بيعطي قرشة طيبة يعني طيبة مع السلطة بيعطيها المذاق الرائع. هون لكن الفطر عظيم كمان طماط سوريز بندورة الكرزية عظيم
والفتة. هاي البندورة الكرزية يعني فعلا طيبة وشهية بالأطباق طبعاً اليومية. فرق مرة عظيم. طريقة كتير حلوة إنه تتقدم مع الكعك، خاصة إذا عنا عزيمة بوسط المائدة. هيدي أول شيء دغري العالم بتسحب الكعكة تتسلف فيها لو شو ما كان، يعني خلال ثواني بيكونوا الكعكات خلصين. نعم. وهيدي هون عندك الخشبة شفادية على أوكي. تنمشي على البروتوكول. هو الخشبة البيضاء لكل شيء مستوي، لكل شيء جاهز للأكل. سكر، حلويات، فواكه كمان. هون كتير يعني لأنه إذا بنستعمل خشبة واحدة بالبيت ممكن إذا فرمنا البصل عم نص بطيخ مش مستحب كتير، ونفضل تنقل الطعمة وأنضف من وقت لتاني. إحنا كل 7-8 أشهر نغيرهم. أوكي. هون عظيم. هون لكن الجبنة ممكن نبرشها لجبنة الفتة، ممكن نقطعها لمكعبات. هلا هون تفننات الشيف، تفننات ست البيت بالسلطة مع زيتون. نعم. مع فليفلي مع فجل. أوكي. أنواع عديدة. عظيم. فإذا هذا صحننا، صحن الأول الأخير صار جاهز. وكمان رح ننتقل نحن قبل ما ننتقل لصحن الرافيولي، اليوم رح يكون عندنا رافيولي كمان طريقتها كتير حلوة وطيبة وشهية ولذيذة. رح نروح لفاصل ونواصل معكم بعد قليل. وعودة من بعد الفاصل مشاهدينا، وكمان اليوم مع الكرم الشيف فادي كرم. تسلم يا شيف، كلنا بنقول انه بيت كرم انه مشهورين بالكرم. تسلم يا شيف، خلينا اياك يا شيف فادي ان شاء الله نكون اسم عصمة مسمى يا رب. اكيد، لا انت ما اسم الله عليك غير شكل. شيف فادي، نحن اليوم رح يكون عندنا عجينة الرافيولي، وعجينة الرافيولي اليوم رح يكون في عندنا ريكوتا. حشوة جبنة بقلبها كمان ريكوتا يعني، وخلط مع البارميزان وتشادر كمان. شيء طيب كثير. هي هاند ميد يعني طريقة بيتية تتقدر ست البيت تعملها. وهو موجود تعرف ان حضرتك، خاصة اليوم مع صلصة البندورة، اليوم مش بصلصة الكريم. صح كمان. صح، مش بصلصة الكريم. عظيم. لكن يا مشاهدينا خلينا نشوف مكونات الرافيولي، ركزوا معنا ورجعين. مكونات رافيولي مع جبنة الريكوتا وصلصة الطماطم. مكونات العجينة 375 جرام طحين، 50 جرام زيت زيتون، 120 جرام ماء، بيض عدد 2، وملح رشي. أما مكونات الحشوة 200 جرام جبنة ريكوتا، 75 جرام جبنة بارميزون، 50 جرام جبنة تشيدر، وبيض عدد 1، وأخيرا الصلصة 100 جرام بصل، 20 جرام ثوم، 300 جرام بندورة مطحونة، 20 جرام رب البندورة، 10 جرامات حبق، 10 جرامات بقدونس، 50 جرام زيت زيتون، سكر رشة، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. أنا قدرتك بهالوقت، بلشت بسيطة شيف فادي، مش مشكلة نحن لأنه أنت بس تضيق الوقت، الوقت من ذهب هيك بتستفيد من الوقت أنت على طول دايما. هون نحن رح يكون في عنا البصل والثوم. هون البصل عم بيفرمه الشيف فادي، كمان رح نضيف نحن طبعا شوية زيت نباتي أو شوية زيت زيتون كمان مع بعضهم. ما بيأثر. أنا رح أعطيك هيدي الصلصة لتبلش فيها حضرتك، وأنا برجع بكفي العجينة. بدك تعمل أنت عجينة الرافيولي. عجينة الرافيولي مثل ما ذكرنا مشاهدينا هي ممكن تنعمل بالبيت. العجينة الرافيولي إذا بنجيبها من الماركت خالصة سعرها شوي غالي أول شيء نسبة، كمان كلفيتها لأنه الأجبان اللي بنحطها من قلبها شوي سعرها مرتفع، بس نعمل شيء طيب ما بنسأل على السعر. بما إنه اليوم ثلاث أنواع من الجبنة، ريكوتا وتشيدر والبارميزون اللي بتعطيها مذاق رائع جدا. هي المشكلة إنه كمان فيها فروزن بتكون عادة بالسوبر ماركت غالية. غالي صحيح، بس هي بتنعد فريش. بس أنا بفضل إنه إذا عمل بالبيت بدقائق معدودة، يعني اول شيء اطيب واشهى والز وسلق على النار وسلق سريع، يعني دقيقتين من الوقت تقريبا بنحصل على رافيولي. ما بتاخذ معنا وقت، نحن هلا عم ناخذ معنا وقت، بس هي انه عم نعمل صوص، يعني فيها تجيب صوص بيتزا اذا بدك او صوص جاهز، في اصلا صوص جاهز عم بيبيعوا بالسوق. وفي كمان اليوم في صب بندوره مطحونه نضيف لها شوي هالاضافه كمان. صح، مية حتى اذا بنحسب الوقت ما فيها هالوقت الطويل يعني 100%. هون لكن
أعطيك هون عظيم تفضل ها شفادي فوالا عنا هون لكن احنا البصل والثوم طبعا البصل والثوم لانه هون رح نقلل الحبق والبقدونس مع بعضهم لناخذ نكهه الحبق والبقدونس كثير طيبه مع الزيت هو البقدونس كمان مواد عطريه يعني مثل الحبق صح هون لكن نحن اكيد انت شفادي رح تبلش بالعجينه هون رح اخذ الطحين اوكي هون الطحين اوكي ريكوتا تشيز اللي هي نحن كثير بتسأل شو يعني ريكوتا تشيز ريكوتا تشيز هي نحن نعرفها مثل جبنه القريش عندنا بلبنان بس تجي انعم شوي اكثر جبنه حلوه تقريبا جبنه حلوه يا سلام وفي عنا ريحه البصل والثوم والحبق اوكي البيضة الأولى والبيضة الثانية بدنا ندور عليها هون مقلوب شيف يلا حط الزيت كمان بالوقت حط الزيت أنا هون بساعد العجين تكون لزجة شوي الزيت هون لكن احنا البصل والثوم والبقدونس والحبق ريحة طيبة عن ريحة الحبق والبقدونس فعلا شفادي عودك رنان تسلم هون لكن احنا عم نجهز هالعجينة احنا في عنا مي حدك شيف حط لنا شوية مي شفادي نحن بما انه ذكرنا عودك رنان حضرتك موسيقي كمان نعم عشو بدي؟ انا كل شيء انواع ايقاع ما بدي على الوتر الحساس يعني؟ لا ما بدي على الوتر اوتار ما بستعمل بس بتعمل ايقاع والايقاع كثير مهم على كل حال بال كيف يعني سمعنا هيك شيء ايقاع على المقلي على المقلي؟ يلا اوكي حلو كثير حلو مواهب عديده ومتعدده دائما بمجال الطبخ يعني هو الفن طبخ وال الطبخ فن والموسيقى فن بالنهايه كمان صحيح يعني احنا جربنا نغني شفادي بس انه بديهم مشاهير صح جربنا نغني بس انه التجينا للطبخ افضل هنا الطبخ هنا الطبخ افضل ايه هون لكن نحن البصل والثوم والحبق والبقدونس اوكي ما عم تاخذهم كلهم مزبوط لانه المسافه كثير صغيره هي الكميه صغيره كميه صغيره معلش هلا لحظة عظيم هلا بس تكمش على بعضها انا بهالوقت رح احط هون صلصة البندورة اللي هي بندورة احنا سلقناها مسلوقة قشرناها مطحونة قشرناها وسخناها وصار في اليوم بالسوق كمان بندورة أجنبية طيبة كثير فينا نوصل النار شايف هون أكيد هاي أهم شيء دائما ست البيت بس تكون عم تعمل بندورة توطي النار وتلبس شيء لأنه بتطرطش دائما كثير بندورة وزنها ثقيل دغري بتطرطش نحركها معك شفادي بدي أعزف بس شوية طحينة معك شفادي هون يلا هون لكن هالصلصة الطيبة الشهية اللي شايفينها ما بدها شوية طحين هون كمان عظيم دايما ست البيت تتكل شوي على النظر عظيم هون لكن نحن دايما ست البيت تتكل على النظر اذا كانت العجينة رخوة تتزيد لها طحين واذا كانت جديدة كثير تتزيد لها شوية مي هذا هي بتاخذ بعضها طلع بلاش شوية بلاك بيبر عظيم بلاك بيبر اللي بيعطي طعم ومذاق رائع جدا كتير بيلبق مع اللحمة هو صحيح اللحمة والسمك الفلفل الأسود اللي بيعطي مذاق رائع جدا هون لكن احنا العجينة بلشت تاخد بعض البعض هلا بدنا نتفزغ أكيد تصير عنا عجينة متماسكة هلا اذا بدنا نلونها للعجينه ترافيولي مثلا بالجزر فينا نحط لها جزر مسلوق صح وفينا نحط لها سبانخ مثلا فينا نعمل لها سبانخ كمان نلونها بسبانخ اكيد بيكون مسلوقين ومطحونين على البلندر نعم ومصفيين ومصفيين ونرجع نحطهم يعني كان ناخذ المي منهم نحن ما ناخذهم بيوري يعني اكيد هلا فينا نحط كمان اللي بحبها من ثمار البحر اللي هو حبر الصبيط ايش فينا نعمل له الاسود اكيد في اشياء عديده جدا يعني الاكل واسع كثير بده بس واحد يجمع افكاره لحتى يحط طب نحن بهالوقت اليوم بما انه اليوم كعك الكريسيني كان في عندنا حبه البركه رح نروح لفقره من ارضنا مشاهدينا ونتعرف نحن وياكم على معلومات على حبه البركه
حبة البركة. حبة البركة وتعرف أيضا بالحبة السوداء أو الكمون الأسود تنبت من زهور بيضاء. تستعمل في تتبيل الفطائر لتكسبها الطعم الشهي. تخلط مع العسل الأسود والسمسم بعد سحقها لزيادة المناعة. تحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت لذلك فهي مضادة للحموضة. تدخل في كافة أنواع المناقيش وترش على السلطات كما وتدخل في صناعة الحلويات والجبنة. تحفظ في أوعية محكمة الأغلاق بعيدا عن الضوء لتحافظ على زيوتها. شف هذه مثل ما شفنا حبة البركة اللي هي فوائدها عديدة بس صح. أهم شيء طعمتها طيبة شكلها حلو بس إذا حتى نستفيد من منافعها لازم نطحنها من زيوت طبعا الزيت بس نطحنه بيزل منها زيت ونستعملها بنفس الوقت لأنه إذا في حال تركناها فترة طويلة بيروح مفولة أكيد ونحن عودة معك شف هذه بما أنه اليوم هالرافيول الطيب الشهي لأنه نحن نطرينا أكيد هالعجينة هون عظيم أوكي هون العجينة لكن هاي عجينة لا بدها تريح ولا بدها شيء هاي العجينة بدك تشتغل فيها بس أكيد إذا بدنا نستعملها بعد 10 دقائق بس نغطيها بريت نايلون أكيد طبعا أحسن أهم شيء بس تنشف لأنه إذا بتنشف بتعذب وهيدي العجينة عادة إلا مكنة شيف إلا رقيقة خاصة فيها نحن موجودة عندنا شيف هذه بس إنه حبينا كين نحن مش موجودة عندنا بكل بيت بقى حبينا نفرجي المدام ست البيت كيف ممكن تعملها نحن عندنا إياها بالمطبخ هون بس إذا بدك تعملها شيف هذه نحن جاهزين أوكي لا نحن حلقتنا كرمال الفرج ست البيت كيف تعملها بقلب البيت عظيم معلي لو تعبنا شوي فيها برا بس عظيم نحن شفادي بهالوقت انت عم ترقي العجينه رح نروح لفاصل رقها منيح وبنرجع من بعد الفاصل تنشوف شو صار فيها من بعد الرق اوكي ناطرينكم وعودة من جديد معكم ومع شيف فادي كرم كمان شيف فادي يعني عنا الرافيولي بدنا نعملها نطبقها العجينة أكيد والمدرسين أخذوا فكرة والسلطة ومعلومات كتير حلوة اليوم أخذوها نعم. المشاهدين هلا بدي أخلط الجبنة طبعا نحن جبنة البارميزون والشدر جبنة الشدر يا سلام يا عين وجبنة الريكوتا وجبنة الريكوتا بدي عجبك ملعقة شيف يلا وهيدي ملعقة كبيرة وصغيرة شيف فادي صغيرة كبيرة مثل ما بدك بس حبحط زلال البيض معها أنا تتمسك 100% يا سلام ثلاث انواع من الجبنه وزليل من البيض ملح فلفل ما في لزوم ما في لزوم لا عشان ممكن نزيد نحن عشان اذا بنحط كمان بقلبها صح 100% وفيك تزيد بهارات بقلبها كمان بس ما في داعي يعني مثل شو يعني ثلاث نكهات يعني البهار اسود حبق و عم نحكي عن البهار بهار اسود بس الاعشاب فيك تزيد له كثير اعشاب فيك تزيد له رمران حبق النات شومر يعني شومر اي طبعا والفينو نعم عظيمي هذا شفادي نحن هون انا هي عاده بتنقص بالنص وبتحط حبه فوق الثاني مزبوط وبتسكرها نحن نعملها بطريقه اسرع شوي اوكي كمان حشوتها مبحبحه وحبتها كبيره يعني ممكن مش ضروري تكون رافيولي حبه صغيره فينا كمان نحطها حبه هو الرافيولي لازم تكون كبيره اجمل اكثر للي ما بده له جديد يحضرها بالبيت نحن عملها بالطريقة هيك موجود بالماركت بس طبعا بالبيت بكون شغلة دايما أشهى وفينا ندعمها بالجبنة أكثر ونقطعها هيك أنا عملتها حبة كبيرة إيه أنا بفضلها حبة كبيرة ونجي شوكة بليز شيف يلا وهيدي شوكة نجي بنسكرها بالشوكة نحط لها شوية طحين حتى ما تلزق أوكي وهيدي المي عم تغلي شيف هذي جهزنا يا سلام يا سلام يا سلام اوكي شفت كيف بس الطحين بصير تلزق انا رح بلش سقطهم بالماي يلا تدريجيا فينا هلا هاي مثلا بدل ما حد ياخذ 9 10 حبات صغار حبتين كبار بصير كافية لفورسيون او ثلاث حبات تبع جبي يا سلام يا سلام هون تقريبا حنذكرنا دقيقتين من الوقت بكفو وهيدي الصوص رح نسخنها شوي كمان توميتو اوكي شيف تفضل هاي رح نجلسها شوي اوكي عظيم بدنا نجهز الصحن كمان شيف فادي يا سلام
اكيد طعمها رح يكون مميز جدا وشهي. انا رح امسح صغير بس عظيم. يعني بشو بدك تسكبها شفادي؟ نحن هون لكن الصلصة عم سخنها، هي ما بدها أكثر من 3 دقائق الرافيولي. هلا حين أنا حبة كبيرة بدها شوية وقت أكثر، هي عادة 2 دقيقة. أوكي عظيم. هون ننتبه دائما إنه ما تعلق أو تلزق على بعضها. ما بتلزق على بعضها شيف، لو حتى صغيرة، لأنه كمية الزبدة اللي بقلبها والبيض هي اللي خليها تتكامش مع بعضها، تتماسك مع بعضها العجينة، كل حبة بحبتها بتضل. بس اذا كان عندنا كميه كبيره بدنا نسلقها فينا نحط ثلج ومي بكوفيت او ببلاستيك هيك، بس حتى بصير عندنا عدم تلاصق لبعضنا البعض. عظيم. هون الصلصه صار جاهزه، حضرت صحن شفافي. نعم حضرت الحبق للزينه. يلا يعني فعلا اليوم اطباق شهيه لذيذه وما اخذت معنا وقت كثير. بتحب انت تحط الصوص ترجع تحطها فوق من الصوص؟ انا بفضل هيك بتاخذ نكهه من الصوص، بس راح نحطها نحن هلا سيبريت. يلا هون نحن نستوي شفافي اكيد، نحن دهمنا شوي الوقت، رح ناخذ حبتين هلا. تفضل. اوكي عظيم. والصوص فوق منها. تفضل شيف. اوكي عظيم. شو حلو صوص طيبة. هون اذا بدك تزينها شوية جبنة شوية حبق. اوكي تفضل شفادي. نحن شفادي يعني فعلا بدنا نشكرك، اطباقك دائما هيك مميزه وسهله ولذيذه، ست البيت اكيد تنبسط فيها، وكمان على امل انه كمان نشوفك قريبا. ثانك يو شيف، ميرسي لك، اهلا وسهلا فيك، وكمان سلمنا على الزغطورين الصغار عند المعظمين. وشكرا للمشاهدين، ودائما الف صحتين والى اللقاء. ميرسي لكم.